مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه جديده من وصفات رمضان او حلقات رمضان او سفرات رمضان، هنعمل فيها فطار لذيذ جدا ان شاء الله يعجبكم. عاملين النهارده مكرونه بشاميل بالسجق، وصفتي اللي بقضي بيها على اي حد لما يبقى عندي اي حد جاي في البيت. مكرونه بشاميل بالسجق بتخليه ايه كده يسرح في السماء من كتر ما هي حلوه، حلوه جدا جدا. والسر في حلاوتها ان احنا بنبدل اللحمه المفرومه بسجق فبيدي طعم مش طبيعي يا جماعه، بتبقى لذيذه جدا 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 ان شاء الله تعجبكم. عاملين معايا رول جلاش بالشوكولاته، حلو جميل جدا لرمضان وبرده سهل جدا وسريع ويعتبر من الحلويات الموفره لان احنا هنستخدم فيه صوص الشوكولاته الموفر وباكت جلاش. الموضوع بسيط خالص وان شاء الله تعجبكم. يلا نبدا بالمكرونه عشان فيها كذا حاجه هتتعمل، فيها بشاميل وفيها عصاج، نشتغلهم مع بعض ونشوف المقادير ايه. عندنا نص كيلو من المكرونه سلقناها نص سلق، مكرونه بنه، ينفع اي مكرونه على فكره. انا لو ما عنديش بنه في البيت وعايزه اعمل بشاميل عادي بشتغل باي حاجه في الدنيا كله بينفع. العصاق هيكون عباره عن نص كيلو من السجق المفروم، ممكن لحد 350 جرام كمان يكون كفايه قوي على فكره، 500 جرام من البصل المفروم، حطوا قد كميه السجق بصل. وعندنا كمان 6 فصوص من الثوم المفروم، معلقه كبيره من الزعتر الفريش، ممكن تستغنوا عنها او تستبدلوها بزعتر مجفف، 500 ملي من عصير الطماطم، معلقتين كبار من الصلصه، معلقه صغيره من السكر، مرق او سمنه، ورشه جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. البشاميل اللي هنحتاج له لتر من الحليب وخمس معالق كبيره من الدقيق او اقل لو انتوا بتحبوه خفيف شويه، خمس معالق كبيره من الزبده، مكعب من المرقه، ورشه من جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. ويلا بينا نبدا شغل على طول. عندي حل على النار ووك على النار، الووك للعصاج والحله للبشاميل. هاخد السمنه والسجق واجيب سباتشولا بالمره، ومضرب سلك للبشاميل بالظبط. يلا نجيب ادواتنا كلها مره واحده عشان ما نقعدش رايحين جايين، عشان انا مفرهده. والله معلقه من السمنه يعني مش كبيره. مستنيينها بس تسيح كده وتسخن عشان ننزل فيها السجق. البشاميل ينفع يتعمل بسمنه وينفع يتعمل بزبده، مش هيقولوا لا. انا هعمله بزبده لكن اللي حابب يعمله بسمنه بيبقى جميل برضو، مفيش فيه اي مشكله. هاخد الدقيق، انا حاسه انه اكتر من خمس معالق فبرضو هعير، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، حلوه قوي. الزبده بتسيح. وادي الرو بيتكون، الرو هو خليط من مادة دهنية ومادة نشوية بيتقلي صوص البشاميل. هنا السمنة سخنت كويس جدا، انزل فيها السجق وانا مطمنة. ومعاه على طول هنزل البصل للعصاج، لو لقيتوه كتير منكم مش ضروري تاخدوه كله للوصفه. ممكن جدا تشيلوا حبه منه في الفريزر. يلا بينا هقلب الاثنين مع بعض. تقليب كويس. وطبعا في وصفه زي دي كل ما كان السجق بتاعنا حلو وحرش كده ومتبل تمام كل ما كانت الوصفه احلى.
فهتختاروا نوع سجق بلدي محترم كده، تكونوا ضامنين ان طعمه تحفه عشان تطلع لكم وصفه رهيبه. هاجي هنا اشوف الرو حصل فيه ايه، اخد التشويحه بتاعته زي الفل، والتشويحه دي هي اللي بتطلع لي طعم الدقيق النشوي من البشاميل، ما تخليهوش طعمه منشي كده، لا يبقى تمام. هاخد اللبن وهاخد مكعب المرقه، ادي مكعب المرقه وادي اللبن، واقلب. وانا بكلم ام ايسر. يا ام ايسر اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازي مدام سار؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا حبيبتي وبالصحه والسلامه يا رب. الحمد لله زي الفل. اخبارك؟ كله تمام الحمد لله يا حبيبتي. لو سمحتي ممكن اعرف المهلبيه اللي هي بتخش الفرن اللي هي لبن ونشا وكده؟ هي ناي زي المهلبيه العاديه بس هتدخليها الفرن، مفيش فرق. يعني اعمل المهلبيه احط اللبن والنشا؟ طب انا عايزه المقادير بعدين. هنزل لك المقادير يا حبيبتي من عينيا الاثنين. هات لنا يا نور مقادير المهلبيه بعد اذنك. شكرا. يلا بينا. العصاج البشاميل على النار، طبعا تقليب مستمر، بس انا ايه يعني هسيبه كده في حاله شويه واروح اعمل السجق. بحب افتت السجق انا كده، احيانا بستخدم الهراسه بتاعه البطاطس للحمه المفرومه والسجق لما باجي اعمل عصاج، بتهرسها عشان ما تكتلش. ولو ان بيني وبينكم يعني لو عصاج السجق كتل مش قضيه خالص، مع كتر سجق يعني ايه المشكله. نقلب كويس جدا. نتبل ملح وفلفل اسود، وبرضه هنا فلفل اسود للبشاميل، ملح للعصاج وملح للبشاميل، مع مراعاة ان في مكعب مرقة هيحدق الدنيا شوية. انا برضه عايزة احط رشة جوزة الطيب هنا ورشة جوزة الطيب هنا. يلا بينا نسيب العصاك شويه ونيجي نركز مع البشاميل. تقليب مستمر لحد ما يغلي ويتقل معانا. امره بسيط خالص، اللي حابب يستخدم اي منتج بشاميل من الباودرز الجاهزه في السوق مفيش مشكله ابدا، ممتازين بصراحه، انا شخصيا في بيتي بستخدمهم، لكن يعني ايه عايزه اعمل البشاميل اهو اتعمل، ما يجراش حاجه، كله بسيط وسهل. وطول ما احنا كده بنطبخ لحبايبنا بيبقى المجهود هين على القلب بإذن الله. تقليب تقليب تقليب. مكعب المرقة هيدي طعم روعة للبشاميل، وطبعا تقدروا تستخدموا البشاميل بأي طريقة انتوا بتحبوها، مفيش برضو اي تحفظات. هنا اللحمة أو السجق واللحمة بيتكرملوا كرملة خفيفة خالص وبيتبلوا مع بعض، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. البشاميل هنا أهو على وشك إنه يغلي، فاللحظات الأخيرة دي لازم أقلبه تقليب مستمر عشان أضمن إنه يطلع معايا ناعم وجميل. يلا بينا البشاميل كده زي الفل. بصوا غلي أهو وتقل، التقل اللي انا عايزاه، انا ما كنتش عايزاه تقيل قوي ولا خفيف قوي، انا عايزاه وسط، وده الوسط اللي انا عايزاه زي الفل كده. البشاميل العصاج هنا، هاخد الصلصه هحط له الثوم، وادي الثوم تقليبه معاه، واضيف له دلوقتي اعمل فتحه كده في النص حفره وانزل فيها الصلصة. نديها تقلبتها ونقلب.
لا ما نسيتوش، انا هقفل ده واطلع، ما نسيتش الفصل. تقليبه حلوه للصلصه. لا 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 انا مركزه، انا مصحصح قوي، ده انا جامد قوي. عايزه اقول لك انا الصيام عامل فيها شويه حاجات كوميديه. من كام يوم كنت بتكلم في التليفون يا جماعه، وخلصت المكالمه، خلصت المكالمه وفضلت حاطه التليفون على ودني مثلا 10 دقائق، ناسيه ان انا خلصت المكالمه، فالمفروض انزل ايدي بقى. فحاجه كوميديه قوي. عصير الطماطم وانا ما بحطش مرقه غير لو لقيت ان انا محتاجه. انا لسه مش عارفه، انا بس عايزه اخد شويه كده انضف بيهم ايه الجار، فهاخد شويه مرقه هنا نديله تنظيفه كده. وهحط رشه السكر، هظبط الملح والفلفل، واسيب بقى العصاج على النار لحد ما انتوا ترجعوا لي من فاصل صغير. مستنياكم. ورجعنا من الفاصل والعصاج على النار، الصلصه بتتكثف وتتسبك والسجق بينزل طعمه فيها والدنيا لذيذه جدا جدا والريحه فظيعه جدا جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنوطي النار. نوطي النار ونسيب العصاج على النار هاديه، وتعالوا بقى نجمع الطبق بتاعنا. انا مش من الناس بتاعه رص المكرونه البشاميل خالص، انا بحب كده كله يتحط على كله، بتبقى احلى بكتير وبتبقى لذيذه جدا. فانا هحط هنا المكرونه، وعلى المكرونه هاخد افرد كده. بحب بقى اعمل ايه؟ تعالوا اقول لكم على التركات بتاعتي، اقول لكم اسراري. باخد المكرونه واجيب مغرفه، اخد من الصلصه احط لها شويه صلصه من العصاج، احاول اخد بقدر الامكان من غير سجق يعني، لو جت حته سجق كده او كده عادي مش مشكله خالص. تمام. واعمل ايه بقى تاني؟ اجيب البشاميل المتين اديله تقليبه، واخد برضو من البشاميل مغرفه على المكرونه، فبيبقى البشاميل بتاعي ليه صوص بينك كده جميل قوي كده. نقلب الكلام اللذيذ ده وانا بعمل كمان حركة نميسة. ممكن اخد شوية جبنة اقلبهم مع المكرونة، كل دي حاجات اختيارية على فكرة، يا الجبن اختيارية تماما كده. بس طبعا ما ننكرش انها بتخليها لذيذة للناس اللي بتحب الجبن. الناس في ناس ما بتحبش الجبن خالص، فالناس اللي ما بتحبش الجبن خالص اكيد دي بالنسبة لها مش خطوة ضرورية ابدا. نلم كده ايه، ننظف الدنيا ونفرد. ونيجي نحط العصاج. خلوني أنجز. العصاج بصلصته وأوزعه. مش من محنتفين المكرونه البشاميل خالص، احيانا كده يجي لي دماغ او مزاج اقعد احنتف فيها وارصها واعملها زي بتاعه الاعلانات، بس يعني ده نادرا. اوقات كتير الاوقات الاغلبيه يعني لا، بعملها كده عشوائيه تماما وبتبقى احلى بصراحه. انا بحبها صايصه كده
وغرقانه كل حاجه في بعضيها تبقى احلى بكتير. وزعنا العصاج وهاجي دلوقتي اغرق الوش بالبشاميل. نجيب السباتشولا ننزل كله مش هسيب حاجة خالص عايزاها غرقانة في الصوص. زي الفل. نوزع نقفل كده الجوانب. بس تمام جدا. وحاجي على الوش احط جبنه وده اختياري تماما ملوش اي مشكله انه يتشال. انا عايزه اقول لكم في البيت انا ما بحطش جبنه بحبها من غير، ولكن احيانا برضو يجي لي مزاج كده اقوم عامله لها جبنه على الوش. انتوا مزاجكم واللي موجود في البيت. موجود جبنه وعايزين نحط اوكي، ميزانيه تسمح نجيب اوكي، ما تسمحش ولا اي مشكله. خلوا الطبخ كده يا جماعه ايه مرن، ما تكرب يعني ما توقفوش نفسكم عشان حاجه مش موجوده او عادي. كله شغال كله بيطلع جميل والله ما دام من ايديكم ما دام معمول بحب. وادي صينيه البشاميل للمتينه جهزت. ودلوقتي بصوا شكل الطبقات عامل ازاي سايحه على بعضيها، انا بقى بحب المنظر ده قوي. وجاهزه دلوقتي للفرن. انا مسخنه الفرن على درجه حراره 200 وهدخل دلوقتي الصينيه المحترمه دي. بمسح بس الاطراف كده دايما لو في اي حاجه عشان ساعة التقديم تبقى نظيفة وما تغلبنيش كمان في التنظيف. بس كده زي الفل. توكلنا على الله. فرننا سخن، الرف اللي في النص حرارة من فوق وتحت، ولو عندنا مروحة توزيع حرارة طبعا نشغلها وندخل القمر دي وشها يحمر والجبنة تسيح. وطبعا على شوية الحرارة دي المكرونة هتكون كملت سواها عشان هي نص سوا بس. خلصنا كده المكرونة البشاميل. هنطلع دلوقتي فاصل صغير جدا نروق الدنيا ونرجع نشوف رول الجلاش اللي بالشوكولاتة هنعمله ازاي. مستنياكم. رجعنا من الفاصل وهنعمل دلوقتي رول الجلاش اللي بصوص الشوكولاته. تعالوا نشوف المقادير ايه وهنعمله ازاي. عندنا هو فكره مترقعه جدا واللي فكرت فيها نور ولما قالتها لي عجبتني جدا وقلت لها حته فكره فظيعه. فكرت ان هي تحشي الجلاش العجينه تحشيها بكنافه محمره مع صوص الشوكولاته. ايه الفكره دي؟ متخيلين كده تاخدوا قطمه جلاش مقرمش جواه كنافه مقرمشه غرقانين في صوص الشوكولاته. شابوه يا نور، عظمه بصراحه، فكره جامده جدا، فكره جامده جدا، عجبتني قوي لما قالتها لي. تعالوا نشوف المقادير ونعمل بقى الكلام الفظيع اللي نور قالته ده. عندنا لفه جلاش اي نوع انتوا بتحبوه طبعا. الحشو عندنا كنافه محمره حوالي كوبايتين، ساقينها شويه شربات خفيف. خفيف ليه؟ عشان عندنا صوص شوكولاته مش مسكر فمش مزودين في الشربات قوي. عندنا شويه مكسرات مجروشه. ايه اللي موجود؟ مفيش مكسرات خالص، عادي جدا مفيش مشكله. الجلاش ده كمان اعتقد ان احنا لو حطينا معاه موز يبقى حلو قوي كمان، فتقدروا تبدعوا يعني في الحشوات زي ما انتوا عايزين. صوص الشوكولاته بقى اللي هنستخدمه هيكون عباره عن ايه؟ نص كوبايه من الكاكاو الخام من دريم. الوصفه دي احنا عاملينها بكاكاو خام دريم، وكاكاو خام دريم انتوا عارفين انا من معايا في الحلقه مش معايا في الحلقه برشحه طول الوقت. كاكاو محترم جدا وبيدي نتيجه محترمه جدا، بيخلي صوص الشوكولاته مش الفاتح اللي كانه معمول بشوكولاته فاتحه، لا بيخليه دارك كده وجميل وليه طعم مميز جدا. فانا فعلا برشحه طول الوقت سواء كان معانا في البرنامج او مش معانا، حتى على السوشيال ميديا انا برشح كاكاو خام دريم رائع جدا. بالذات كمان اللي بيعجبني فيه ان
طعمه شوكولاته، يعني مش طعم حاجه غريبه كده، في كاكاوات معينه يعني كده سايب او غيره بيبقى ليه طعم غريب كده، لا ده طعمه شوكولاته بجد، فرائع انصح بيه جدا. نص كوبايه من كاكاو خام دريم، ونص كوبايه من الحليب، وكوبايه من السكر الباودر، وكوبايه من الزيت النباتي، ورشه من الملح، ونص معلقه صغيره من سائل الفانيليا. هندهن بزبده او سمنه سايحه اللي موجود عندكم، وللتزيين شويه من صوص الشوكولاته اللي عملناه، وكمان شويه سكر باودر. يلا بينا نبدا شغل على طول. اول حاجه ده ايه ده؟ ده فول سوداني فجاه كده، حسيت ان انا مش عارفه ده ايه. بصوا اول حاجه هنعملها، هناخد الكنافه هنا، انا هحط لها شويه البندق دول وشويه الفول السوداني دول، وزي ما اتفقنا المكسرات بمزاجنا، مفيش مشكله خالص. عندنا فول سوداني هو اللي مناسب لميزانيتنا، هنستخدمه هيطلع زي الفل، مفيش اي اعتراض. تصرفوا باللي عندكم. هقلب الكنافه مع المكسرات، ده صنف حلو يا جماعه، في اي عزومه كده هيبقى لقطه، هيعجب الناس جدا. قلبنا الكنافه وجهزناها، نعمل الصوص. عندي هنا الزيت، اللبن، الفانيليا، السكر الباودر، رشة من الملح صغنطوطة خالص، بتظبط اي صوص شوكولاتة او اي حاجة فيها كاكاو تظبط برشة ملح على طول. هاخد الكاكاو الخام من دريم، نعير، ما اقولكش بقى، ما اقولكش، باخد فيتامينات. هنحط الكاكاو، وما بيتريقوا ليه؟ عشان انا ما بعرفش افتح اي حاجه، فانا بقالي كام يوم كده من اول رمضان بفتح كل حاجه، برطمانات مربى، بفتح اكياس، بفتح، وعرفت كمان فاكر الكبه ركبتها من اول مره، في تغيير في شخصيتي صح؟ التغيير ده بقى يرجع لايه؟ للنضج، عشان انا بعد كام يوم عيد ميلادي الاربعين، فنضجت بقى، بقيت بفتح كل حاجه اللي عندي دلوقتي. بعد يومين، بعد يومين. الله على شكل المكرونه، وانتوا طيبين يا حبايبي. انا يا جماعه بعز عيد ميلادي قوي، ما اقولكوش، بقيم الاحتفالات وليالي الملاح، يعني الافراح وليالي الملاح مش الاحتفالات، بفرح بيه جدا، بفرح ان الواحد كبر سنه، يعني بفرح، مش اقول لكم ليه، يعني بفرح عشان الواحد كبر سنه كده، ايه وهو في نعيم، في فيض من النعم، الحمد لله صحته كويسه، ربنا كرمه، ناجح، اهلنا كويسين، كاملين، مش ناقصين، نزعل ليه؟ ربنا ما يجيب زعل، الواحد يقدر النعم اللي عنده، ولما يكبر سنه كده وهو عايش فيها يقدر ده. فانا بحتفل بعيد ميلادي من المنطلق ده، ان انا بقدر سنه كامله انا عشت في نعمه من ربنا الحمد لله، وطلعنا منها كويسين وبخير وبصحه، وبنتحب وبنحب وكل حاجه جميله، وحبايبنا حوالينا مليين علينا الدنيا، نزعل ليه؟ في بقى انا كبرت وانا عجزت، فيش الكلام ده، هو الفكره انا كبرت ازاي؟ هل انا بكبر بائس يعني؟ ما دام بكبر كويس الحمد لله، نعمه وفضل، يعني ربنا يزيدنا سنين كده في نعيمه يا رب. فانا عشان كده بحب عيد ميلادي، عشان الناس بتفتكر انها نرجسيه يعني انه عشان عيد ميلادي، لا مش عشان عيد ميلادي، عشان بحس ان هو ايه؟ ميعاد التقدير السنوي لكل نعم ربنا عليا. الحمد لله. يلا بينا. قلبنا عشان الكاكاو بس ما يهبش في وشنا، وهنضرب دلوقتي بالهاند بلندر نتقل الصوص. Oh.
منك ليه؟ انت فاكرين ده هتضحكوا عليا بالكلام ده؟ مفيش الكلام ده، انا عايزه بارتي، انا عايزين بارتي. ماشي الفل، تعالوا اوريكم تقل الصوص. نزليها يا حبيبتي مفيش مشكلة، تعالوا اوريكوا تقل الصوص عامل ازاي وحلاوته عاملة ازاي. بصوا صوص شوكولاتة عظمة اهو، معمول بالكاكاو بتاع دريم، هيطلع معانا تحفة. ايوة، وانا متقلاه، انا ضرباه. نور بتقول يعني فقولي لهم ان انا ضربته زيادة عشان يتقل. ليه؟ عشان لما اجي احشي بيه ما يبقاش بيجري مني في كل حتة، وطبعا لما بنسيبه في التلاجة بيمسك اكتر، ولو ضربناه زيادة هيمسك اكتر على طول من غير تلاجة اصلا. بصوا الجمال، تحفة اهو، نوتيلة الغلابة يا جماعة. يلا نشيل كل الكلام ده. بقول لكم ايه، المكرونة البشاميل دقت ساعة الخروج، لازم تخرج حالا. فين يا جماعة الجوانتي التاني؟ ال ده ده واحد بس. فين؟ طب فين؟ انا عايزاه على طول، المكرونة لازم تخرج حالا. انا هقفل عليها. انا قفلت عشان يفضل لونها حلو. ويلا بينا نعمل صينيه الجلاش. انا هجيب فين الصينيه اللي هشتغل عليها اهي. لا ضروري، ضروري يا نور، ضروري. يلا بينا نلبس جوانتي بقى عشان هنشتغل بايدينا براحتنا. حاضر، نطلع المكرونة البشاميل أول حاجة عشان هي خدت لون بيرفكت، مش عايزاها تغمق عنه. بصوا يا جماعة المنظر، ايه رأيكم؟ وريهم يا جيمي وريهم. اوبا، موضوع صعب خالص، الموضوع صعب. اللهم اني صائم بجد. يلا بينا نعمل الرول. هفرد ورق الجلاش جنبي كده، تمام. وانا هاخد ورق، يعني هدهن ورقتين ورقتين، مش ورقه ورقه. يلا هفرد هنا على الصينيه. وادهن. وناخد مدام ماجي على التليفون واحنا شغالين. يا مدام ماجي اهلا وسهلا. اهلا يا ساره، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا حبيبتي، خير يا رب، وانتي وعلى طيبة. الاسره وعلى الكل يا رب. يا حبيبتي وانتي طيبه وبالصحه والسلامه يا رب، ربنا يخليكي يا حبيبتي. يا ساره زي الفل يا حبيبتي، الحمد لله. ماما عامله ايه وبابا؟ كلنا حلوين الحمد لله يا حبيبتي. كل سنه وانتي طيبين يا حبيبتي. وانتي طيبه يا حبيبتي. معلش يا ساره هتقل عليكي. لا براحتك،
قوليلي. ربنا يخليك. عايزه صوص الشوكولاته المصر تاني على الفاتح. حالا ينزل لحضرتك حالا يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا بيكي. يلا يا نور حط لنا صوص الشوكولاته تاني. انا بحط ورقتين ورقتين يا جماعه وبدهنهم بالزبده. ما تدقوش قوي يا جماعه في الدهن، يعني الموضوع ايه عشوائي عشان الناس بتبقى خايفه كده ورق الجلاش بيتقطع منها. لا ما تشغلوش بالكم بكل الكلام ده، حتى لو اتقطع مش قضيه خالص، احنا هنلف رول في الاخر. مهم بس حطوا زبده ايه كافيه عشان ما يبقاش معجن كده وناشف. ممكن سمنه طبعا عادي، بس هو في الحلو الزبده بتكون احسن. انا بحط كام ورقه؟ بحط 6 ورقات، 2 في 2 في 2، وكل مره كل 2 بدهنهم بالزبده. يلا زي الفل. هو رول واحد اصلا كبير، مش هعمل صغيرين. هاجي بقى بعد ما عملت الدهنه المحترمه دي هاخد الكنافه، هاتوها كده هنا وهنوزعها. نوزع ونلم كده، نوزع بالتساوي. ممكن تحطوا على فكره، يا ريتني حطيت معاها زبيب كان هيبقى حلو. لا بس بلاش الزبيب، هيبقى مسكر قوي مع الشوكولاته، من غير احسن. عملنا كده ايه لوج او قالب يعني من الكنافه، وهاجي بعد كده بصوص الشوكولاته واعمل ايه كده. ما تبالغوش في كميه الشوكولاته. ثواني نلف، مش هينفع نطلع فصل من غير ما نلف كده. تمام، وهاجي اعمل كده وتك كويس كده وكده، والم الاطراف على جوه كده، وادهن اللوج او الرول بتاعي بالزبده كويس جدا، وادخله الفرن يحمر. يلا بينا هنطلع فاصل صغير جدا عبال ما ادخله الفرن، ولما يطلع يا جماعه بنديله بقى رشه سكر باودر وصوص شوكولاته تاني بتخليه تحفه. فاصل صغير ومستنياكم. رجعنا من الفاصل وهنعمل دلوقتي مشروب لذيذ مليان طاقة وطعم ونكهة ومناسب جدا لرمضان مع فيتروك. هنعمله يتقدم مع الوجبة الجميلة دي. هنستخدم النهاردة قمر الدين من فيتروك، وده مركز مكتوب عليه اهو ورا ازاي تستخدموه بالظبط والمعيار بتاعه بالظبط. احنا هنحط لكل 12 كوب سوري الازازة دي بتعمل 12 كوب الازازة دي بتعمل 12 كوب واحنا هنحط ميه نخفف بيها القمر الدين، عشان زي ما قلت لكم ده مركز. وهنعمل اضافه بسيطه جدا ان احنا هنضيف تمر ليه كمان، هيبقى رهيب. فاحنا عندنا للمقادير ميه متلجه، عندنا تمر قطع، اي تمر بتحبوه، والتمر على فكره ممكن يتبدل بالمشمشيه او بالقراصية او باي حاجه تانية من حاجه رمضان انتوا بتحبوها، المهم الفكره. وهنستخدم مركز قمر الدين من فيتروك. يلا بينا. ايه رايك؟ ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ ايه رايك؟ يلا هنحط مركز قمر الدين. بصوا تقيل ازاي عشان مركز. هنحط كده نرج شويه
عشان ينزل، لان هو تقيل ما شاء الله، لان قلنا ايه مركز. هحط بالكميه اللي انا عايزاها واخففه بالميه المتلجه. انا هعمل كده ايه فتحه عشان تعدي الهواء، بيبقى الهواء احيانا متجمع زي برطمان الصلصه، عارفين لما الهواء يبقى متجمع فيه ما يخليهاش تنزل، نفس الفكره بالظبط. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا كده، خلاص تمام. انا بعمل كميه لحبايبنا اللي هيفطروا في القناه كلهم. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط التمر، وهحط ميه. استنى، اعمل كده احسن. ناخد بالكوبايه العياريه عشان ما نبهدلش الدنيا. ميه متلجه، هيطلع عصير ده يا جماعه ملوش حل. تقدروا تضربوا التمر خالص وتنعموه خالص، تقدروا تسيبوه قطع براحتكم. السيرب ده يا جماعه طبعا مسكر، هو مركز ومسكر، فمش محتاجين تحطوا سكر خالص. ودرجه التركيز هو طبعا في عيار لعمله على الازازه، وبرضو ادوا نفسكم حريه انكم تخففوا او تتقلوا على حسب ذوقكم الشخصي. انا دايما بعمل كده في اي حاجه بجيبها، بعمل المعيار اللي مكتوب واشوف انا ممكن اكون انا بحب الحاجه تقيله اكتر، ممكن اكون انا لا بحبها خفيفه اكتر. فبرضو كل واحد ايه ليه مساحه طبعا لذوقه الشخصي يغير فيها على مزاجه. المركزات دي جميله جدا، بتسهل علينا الدنيا جدا. الناس اللي ما عندهاش رغبه انها تقعد تعمل 20 مشروب لرمضان، انا شخصيا منهم يعني، ما بلحقش بصراحه. فالحاجات دي بتنفع جدا وجميله جدا ولذيذه قوي. يلا بينا نضرب. هشيل بقى كل حاجة، تعالوا نوسع الدنيا كده، نشيل الخلاط خلاص مش عايزينه. فين الشفشة اللي هقدم فيه؟ وادي الشفشة اللي هقدم فيه، هصب فيه العصير العظمة ده. خلوني الأول ايه اصب كمان حبة في الكوباية. نقفل ازازه قمر الدين ونشيلها في الثلاجه للمره الجايه، ونشيل كل حاجه عندنا. نمسح مكاننا، وخلاص برضو الميه. يلا بينا. هصب كوبايتين ثلاثة كده، وصب الباقي. في الشفشق. ونجهز لهم كده بورد لذيذة أو صينية أو أيا كان. ادي العصير، وادي الكوبايه، ريحته تحفه على فكره. بيعجبني فيه ايه؟ ان ريحته مش قوي، فتحسه كان بتشربه مش طازه معمول قمر الدين، فبيبقى جميل قوي بصراحه. مفيش احلى من الحاجه اللي ريحتها كده بتبقى لذيذه وجميله وزي الفل. تعالوا نرص بقى السفره ونشوف كده. يا خرابي على رول الجلاش، بقى شكله مجرم مجرم. احنا عاملين قبل الحلقه صوابع للي عايز ياخد ايه
للعزومات الحاجات دي بتكون اسهل عشان ما تقعدوش تضطروا تقطعوا وتعملوا. بس انا بحب شكل الرول الكبير اللي على بعضه، فعملت انا بقى في الحلقه ايه الرول الكبير اللي على بعضه، فتقدروا تعملوا يا اما كده يا اما تعملوا الكبير اللي انا عملته. انا هقدم لكم الاثنين عشان انتوا تختاروا بحريتكم ايه اللي على مزاجكم اكتر. حالا هنختم. احنا ما فيش مفرش ولا ايه النهارده؟ طيب ادي السلطه بتاعتنا، ادي طبق اليميش المعتاد، المكرونه البشاميل العظيمه، شويه العصير الحلوين. انا عايزه ابدل كده العصير يجي مع كورنر اليميش والمشروب والسلطه وكده، الكورنر اللي في الاول ده. هنا حاجه احط الرول الكبير، وهنا كمان الجلاش الصوابع الصغير. يلا بينا. هنا استخدمنا مع الجلاش كاكاو دريم الخام، والعصير بتاعنا عاملينه بمركز قمر الدين من فيتروك تحفه. وهنيجي نجيب الرول كمان اللي عملناه عشان تبقوا كده شفتوا كل حاجه، اللي عايز يعمله صغير يعمله، اللي عايز يعمله كبير يعمله. انا بحب شكل الكبير قوي على السفره زي ما قلت لكم، لكن الصغير مش هكذب عليكم يعني اسهل في العزومات عشان ما بتضطروش ايه تقطعوا. يلا بينا نحاول ننقله للطبق بسرعه. والاكل النهارده جميل وسهل وسريع، والمكرونه البشاميل دي تجربوها كده وتدعوا لي. اه ما شاء الله سهل وجميل اهو، كتر خيرك يا ابني والله. كده بس هنعمل بقى فيه ايه دلوقتي؟ هنديله تدليعه صغيره كده. المصفى الصغيره الناعمه فين؟ اول درج، اول درج على اليمين. اه شفتها. حالا اديني بس ثانيه. هنعمل ايه؟ رشه سكر باودر على رول الجلاش، ونيجي بصوص الشوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ونيجي بشوية مكسرات، أنا عندي فول سوداني. بس كده بقى رول عظمة. ودي كانت حلقتنا النهاردة، رول الجلاش الحلو المحشي بالكنافه وعليه صوص شوكولاته ومكسرات، عاملينه بكاكاو خام دريم، ان شاء الله يعجبكم. وعملنا كمان مكرونه بشاميل بالسجق، برضو يعني من الوصفات العظيمه جدا في سنه اولى طبخ، جربناها كتير مع بعض واكيد عجبتكم قبل كده، واضمن لكم يعني ان اي حد ياكلها مش هيبطلها. انا هحط شويه صوص شوكولاته هنا كمان اقدمه مع الجلاش. وعملنا كمان عصير كده لذيذ ورمضاني، قمر الدين بالتمر بمركز قمر الدين من فيتروك. كلها السنه دي معانا منتجات محترمه جدا الحمد لله في الحلقه، مفيده وسريعه وعمليه في الاستخدام، وكلها الصراحه جوده ممتازه. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى ان افطار النهارده يكون عجبكم، اتمنى ان فكرتنا للنهارده تكون عجبتكم، وتكون الوصفات فادتكم. واللي تجربوه اكتبوا لنا دايما على السوشيال ميديا وقولوا لنا جربتوا ايه ونجح معاكم، وصحه وهنا يا رب. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. وطبعا ما تنسوش ان عندنا اعاده الساعه 9:30 بالليل، تقدروا تشوفوا كل الوصفات دي تاني. ما تنسوش ان كل حاجه بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود، والخاصه بالبرنامج سنه اولى طبخ مع الشيف ساره عبد السلام. ادي صوص الشوكولاته بنقدمه دايما مع الجلاش عشان اللي حابب يقدم يزود صوص يعني يبقى براحته، يحب يزود وقت ما يحب. ودي كانت وصفاتنا النهارده. بكره ان شاء الله على موعد الساعه 3 مع حلقه جديده من سنه اولى طبخ، هكون معاكم ساره عبد السلام. اسيبكم في رعايه الله واشوفكم على خير، مع السلامه.